كمال أجسام في مصر بقى فيها سيدات. أيوة زي ما سمعتم، كمال أجسام في مصر بقى فيها سيدات. تعال أقول لكم إزاي. طبعا كلكم استغربتوا إزاي كمال الأجسام بقى فيها سيدات وخاصة مصر، مع إنكم عارفين إن بطولات كمال الأجسام بتتم بشكل معين في عرض عضلات اللاعبين، يعني عشان بنت تعرض عضلاتها يبقى لازم تظهرها وتظهر كل عضلة في جسمها، وده بيتطلب إن هي تلبس مايو بشكل معين. بس ده مش موجود عندنا، لأن لا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا ديننا يسمح بكده. لكن بالفعل الاتحاد المصري لكمال الأجسام بقى فيه بطولات للسيدات. إيه هي بقى؟ أقول لكم. الفيتنس تشالنج أو تحدي اللياقة هي فئة انضمت مؤخراً للاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية الـ IFBB، وبالتالي تم انضمامها لجميع الاتحادات المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وده معناه إنها انضمت إلى الاتحاد المصري والعربي والأفريقي اللي بيرأسه الدكتور عادل فهيم، وهو أيضا النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي. ومن هنا بتبدأ حكاية انضمام البنات للاتحاد المصري لكمال الأجسام. إيه هي بقى الفيتنس تشالنج أو تحدي اللياقة؟ زي ما قلنا هي رياضة جديدة تم إدراجها في الاتحاد الدولي من حوالي 4 سنين، وأقيمت لها بطولات عالم في أسبانيا في سانتا سوزانا في 2022 و2021 و2020. خلال الفترة دي تم إدخال تعديلات كتيرة جدا عن طريق اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد، إلى أن وصلوا للشكل النهائي لقواعد وطريقة أداء التمارين الخاصة بالفيتنس تشالنج. بعد ما تم الوصول للشكل النهائي تم إدراجها رسمياً في اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي الـ IFBB اللي أقيم على هامش بطولة العالم اللي اتلعبت في سانتا سوزانا 2022 في أسبانيا. والحقيقة أنا كان ليا شرف الحضور في البطولات العالمية للـ3 سنين اللي اتلعبوا في أسبانيا. وبعد إقرار الاتحاد الدولي للرياضة دي بشكل رسمي، تم تغيير اللوجو الرسمي للاتحاد الدولي وإضافة كلمة فيدريشن تحت كلمة IFBB، واتعملت دورة رسمية في السنة دي. وكمان كان ليا شرف إني أكون أول سيدة مصرية وعربية أحصل على هذه الدورة وأحصل على كارت التحكيم الدولي في الفيتنس تشالنج، واستلمته رسميا من الدكتور عادل فهيم في مقر الاتحاد المصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية. طبعا الفيتنس تشالنج هي رياضة جديدة على مستوى العالم، معتمدة على اللياقة البدنية وقوة التحمل، ومش معتمدة على عرض الجسم والعضلات، ومش ملتزمة بزي كمال الأجسام. العكس، ده زي رياضي عادي، ترينج أو شورت وتي شيرت، وبالتالي ممكن يشارك فيها الكثير من المحجبات اللي بيمارسوا الرياضة. وبكده تقدر السيدات أو البنات المصرية والعربية تشارك في بطولات رسمية لأول مرة هتكون تحت راية الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية. طيب هي عبارة عن إيه؟ خلونا أقول لكم إن من خلال الحلقات الجاية هتعمق معاكم في تفاصيلها، لكن الحلقة دي هي حلقة عامة عن الفتنس أو تحدي اللياقة. تحدي اللياقة أو الفيتنس تشالنج هي عبارة عن 6 محطات أو 6 تمارين مختلفة بيحاول الرياضي فيها إنه يبذل أقصى عدد من التكرارات خلال دقيقتين، وهي 3 مستويات، ويقدر يشارك فيها الرجال والسيدات. وفي فئة تانية مهمة جدا تقدر تشارك فيها، تابعوا الفيديوهات اللي جاية عشان تعرفوا أكتر عن الفيتنس تشالنج. Jungle.